تعاقد لشهر احيانا بيحصل تعاقد بنظام الورديات بالقطعه يعني، وبالتالي ما في التزام من المستشفى تجاهه ولا تامين صحي ولا غيره. الادهى والامر هو وضع نواب الاخصائيين. نائب الاخصائي هو الطبيب العمومي الذي يبدا رحله التخصص في اي تخصص كان، جراحه، نساء، ولاده، اطفال، عظام، ايا كان التخصص. هذا يقدم للتخصص وبتعتبر فتره عمله للمستشفى تدريب عملي جزء من مطلوبات التخصص، يدفع عليه اموال لوزاره الصحه. وبالتالي النواب الاختصاصيين بيعملوا في المستشفيات مش مجانا، هم بيدفعوا في قروش مقابل هذا، ولا يتلقوا بالمقابل مادي، ولا يتلقوا تامين صحي، ولا اي التزام من وزاره الصحه. ثم ايضا يتلقوا مثل هذا النوع من التعامل اللي ممكن يعني يهدد حياتهم بالخطر. دي كلها اشياء يعني مزعجه جدا، وتوري كيف النظام الصحي منهار. وعشان هذا النظام الصحي يعيد نفسه ويعيد بناء نفسه بنحتاج الى زمن طويل. وزاره الصحه الان اصدرت قرارات بانه كل النواب الاخصائيين العاملين في المستشفيات يتلقوا مرتبات، دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ان وزاره الصحه تدفع نفقات التدريب بتاعتهم. وحتى زي ما قلنا تأمين صحي ما في برضو، دي واحدة من الحياة. الوزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين عالجتها وغررت إنها توفر تأمين صحي لكل الكوادر الصحية والطبية. ملخص ما نريد أن نقول إنه هؤلاء الأطباء حقيقة بيعملوا في ظروف استثنائية وصعبة جدا، وبيواجهوا وباء العالم كله، كل دول العالم المتقدمة ذات النظام الصحي الجيد والكبير واجهت متاعب، نحن بنواجه متاعب أكبر. نتمنى أن الناس يتفهموا وضع الأطباء، وأن الأطباء يجدوا تقدير على ما يقوموا به من عمل ومن جهد في مثل هذه الظروف. نحن بنحتاج إلى تكاتف من كل الأطراف، تكاتف من كل فئات المجتمع، حتى نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الصعبة. ودي مرحلة زي ما قلت العالم كله واجهها، نحن بنواجهها بإمكانيات قليلة. الحمد لله الآن توفرت لنا مساعدات من هنا وهناك، الدولة سخرت كل الموارد الممكنة. الآن نحتاج إلى جهد كبير وإلى عمل حتى نمر جميعا ونعبر هذه الظروف الصعبة جدا. عاجل الشفاء للأطباء الذين أصيبوا، ونحن بنتقدم لهم باسم الشعب السوداني باعتذار، ونقول بأن هؤلاء لا يمثلوا الشعب السوداني. الشعب السوداني بيحمل تقدير كبير لجهد الكوادر الصحية والطبية، سواء كان في المستشفيات العادية أو في مراكز الحجر والعزل الصحي ومراكز العلاج من وباء كورونا. أنا أكتفي بهذا، وأقدم الدكتور يوسف أضم الضي وزير الحكم الاتحادي ووالي ولاية الخرطوم المكلف ليحدثنا عن الأوضاع في الولاية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في أواخر الشهر الفضيل المبارك، وهذه الأيام المعروفة أيام البركة والخير والعتق من النار، نتوجه فيها صادقين إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا الكرب ويزيل عنا هذه الكوارث وجائحة كورونا. وبهذه المناسبة أيضا نتقدم أيضا إلى شعبنا في كل ربوع السودان وفي المهجر، بمناسبة حلول شهر الفطر المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة بالخير والبركات. ونسأل الله أن تكون أمتنا ترفل بالسؤدد والمجد. نحن الآن طبعا بعد ما سمعنا هذا التقرير الذي قدمه الأستاذ فيصل على الوضع الصحي
البلاد، ونحن في الأيام الأخيرة والعيد أيضا مقبلين على العيد، وشفنا كيف إنه الوباء قد اجتاح البلاد. لا سيما ولاية الخرطوم اللي هي يقع نصيبها أكثر من 90%، وده طبعا واحد من القرارات المهمة التي اتخذت في فترات سابقة، وضعت الخرطوم في حظر كامل ولمدة 21 ثم جددت لعشرة ثم إلى أسبوعين. الواقع إنه كان فعلا نحن نشكر شعبنا في إنه كان في التزام بكل المطلوبات الصحية المفترض تتم، وأيضا بكل الالتزامات التي تحدد التباعد وعدم التجمهر أو التواجد في الأسواق، وصدرت أوامر وأيضا متابعات من الجهات الأمنية سواء كان الطوارئ الصحية أو خلافه، دي كلها لضمان سلامة المواطن وأيضا كبح جماح هذه الجائحة. الآن في الفترة الأخيرة أو في اليومين كما أكد الآن الأخ الأستاذ إنه في حصلت سيولة أو في يعني الناس يمكن تخطوا حالة الحظر، ويمكن هو تحدث عن الدوافع، ولكن مع ذلك نحن طبعا الخطر ماسل، ومهما كانت الظروف نحن نأكد أنه لا بد من الالتزام الصارم بكل الموجهات الصحية التي تجعل إنه المواطن يعني سليم، يعني قادر فعلا إنه يتجاوز هذه المرحلة العصيبة. الالتزام ضروري، وده أصبح مصهر حضاري جدا بالنسبة لشعبنا، ينبغي الالتزام به وينبغي الانضباط. نحن الآن هنكشف كل التأكيدات السابقة وكل الالتزامات، وهنتابع كل الإجراءات، وأيضا المسألة لا يعتقد أنه مسألة العيد هو مناسبة طبعا للتزاور أو مناسبة التجمع سواء كان في الساحات أو في يعني زيارات الأسر، ده طبعا ممنوع، ونحن بنأكد على ده لأنه فعلا العيد عيد يبقى عيد. أجهزة التواصل الآن أصبحت متاحة أمام الجميع والناس قاعد تلتقي، ولذلك نأكد أنه على شعبنا على كل المواطنين التزام التقيد الصارم بكل الموجهات وعدم يعني تجاوز الحظر لأي سبب من الأسباب. نحن في هذا المناسب أيضا نكرر أيضا التحية للجيش الأبيض، ونعتقد فعلا يحتاج هذه التحية ولما يقدم فعلا في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة جدا. نعرف حجم الحالة والضغوط ليش هذا يعني هذه الكوادر الصحية، ونؤكد فعلا أن احنا نؤكد لشعبنا أنه لا بد الالتزام وعدم التعدي على الأطباء مثل ما ظهرت بعض الحالات مهما كانت الظروف، وعدم الاحتكاك والأطباء لأنه فعلا قاعدين يقدموا عمل إنساني متقدم جدا وعمل وطني خالص، ولذلك نحن نشيد بهذه الجهود، ونعتقد أنه شعبنا قادر أنه يوفر الحماية الأساسية ويوفر كل المطلوبات التي تجعل البيئة والمناخ السليم لهذا الجيش في أنه يؤدي واجبه الإنساني والوطني. هذه فرصة أيضا نحن نطلب بعض الحالات التي كانت على الأقل ما تسمى بالأزمات السابقة
اللي هي في فترة كانت شعبنا صبر طويل وعانى معانا، ولكن حصلت انفراج الآن كبير، سواء كان فيما يتعلق بالخبز وما يتعلق بالدقيق أو حتى بالقمح. فهذا الآن في بشريات لأنه في انسياب، إنه المخابز أصبحت موجودة مفتوحة، ما عدنا في زمن الصفوف، أصبح هذا الخبز متاح جميع في تنظيم، والتنظيم تم بشكل جيد جدا، لأن المحليات استلمت الآلية المنظمة والآلية التوزيع. أيضا هناك أيضا موضوع الغاز، أيضا تم تجديد هذه المنظمة وتنظيم يعني استلام الغاز، وده كله جهود كانت فعلا تمت بشكل، تمت لجان وتمت مراقبة، وأيضا كافة اللجان عملت في هذا الاتجاه فعلا تحقق استقرار في هذا الجانب. أيضا موضوع الوقود في استقرار كامل، رغم أنه نحن نعرف تماما أنه مسألة الوقود دي فتحت أيضا مجال للتكدس العربات، وأيضا التكدس طبعا بيجيب أيضا تكدس للناس، وشاهدنا أيضا حتى ست الشاي في هذه الأمكنة، وده طبعا مخالف لكل الطوارئ الصحية. نحن سوف نقوم بضبط هذه الطرمبات وتحديد هذه الطرمبات بشكل دقيق. ايضا مسألة السكر ايضا كانت شكلت أزمة في وقت ما، رغم وجود السلعة المتوفرة، لكن كان في جوانب إدارية وفي جوانب ايضا بتتعلق كان بتزامنها مع أزمة الوقود والمواصلات او الترحيل. لكن المهم الموضوع ده ايضا تم تجاوزه. نحن الآن أيضا في موضوع، هذا مشروع مهم جدا، هو مشروع النظافة. هذا المشروع هو تبنته مبادرة نداء الخرطوم من وقت، وهو مشروع كان كبير لكنه الآن اختصر على النظافة العامة، يعني إزالة الأنقاض والأتربة، ودي قدرت بألف أو 150 ألف طن من الأنقاض في مكبات، في أيضا محطات وسيطة، وفي أيضا آليات، في جهد مكثف تم من قبل هذه المبادرة، وأيضا التغى فيه الجهد الرسمي أيضا، وفي جهات كثيرة ساهمت في وجود هذه الآليات. المشروع ده بدأ فعلا بداية جادة، والآن تقريبا دخل في أربع محليات، محلية كرري وبحري ومحلية الخرطوم وجبل أولياء. هذه المحليات الآن تكاد تكون يعني قطع شوط كبير جدا في النظافة، وده مشروع نحن حقيقة في هذه المنصة نناشد يعني كل قطاع شعبنا، بالذات الشباب منه شابات، وكل اللجان، إنه فعلا ده مجهود ينبغي أن تتضافر الجهود فيه، بأنه نجعل الخرطوم عاصمة خالية من كل الأكوام الأوساخ والنفايات، وأيضا نجعلها فعلا عاصمة حضارية، وأيضا يرافق ده طبعا الجانب اللي بيتعلق بالجانب الطوارئ الخريف، يتزامن جنبا إلى جنب أيضا مع الناس البنية التحتية في إزالة الأنقاض من المجاري أو المصارف الرئيسية المعروفة، وأيضا وضع المتاريس أمام يعني المناطق بالذات الرخوة اللي هي فيها مسار أو مجاري للمياه، وأيضا قدمت هذه يعني أعمال الخريف، يعني بدأت فعلا إنه في سبع محليات الآن
كل المحليات بدأت وفيها أعمال تطهير المصارف وتعلية التروس ومراجعة السدود والخيران والمصبات. وأيضا من ناحية أخرى أيضا موضوع المياه، طبعا في الفترة السابقة كان حصلت طبعا الفترة بتاعت الفترة الصيفية دي معروفة، وأزمة المياه خاصة في جنوب الخرطوم وجنوب الأمدرمان، دي طبعا هي أزمة موجودة يعني من سابق، لكن الناس تحاول دائما إنه من وقت إنه لا بد من معالجة أزمة المياه في هذه المناطق. الموجود كانت في عدة آبار موجودة، وفي أيضا يعني في وحدات، أولا المياه تم فيها شراء وحدات ضخ كاملة ومضخات كهربائية غاطسة بعدد 54 محطة مياه جوفية بكل محليات الولاية خاصة شرق النيل ومبدة وجبل أولياء وتركيبة وتشغيلة. إجراء أيضا عمارات كاملة لمحطة مياه شمال بحري التمانيات صهريج بحري سوبا. أيضا نجري التشغيل التجريبي لمحطة تنقية مياه صالحة، دي أنا زرتها. المهم في أكثر من محطات للمياه. أخيرا داير أنا أتطرق بس للوضع الأمني. الوضع الأمني حسب ما تعرفت عليه الآن اليوم في تناقص في النسبة، نسبة 42% من الشهر الماضي، خاصة بالنسبة للبلاغات الجنائية. هذا أداء في حالات احتجاجات حصلت، زي 5 احتجاجات سببها كلها هي المشاكل العامة، وفي أيضا مشاكل تتعلق أيضا بفلول النظام اللي هم لو تلاحظوا في كل فترة يحاولوا يطرحوا بعض اللافتات، بعض التسجيلات اللايف، وفيها طبعا شيء مغرض وتهديدات، وفيها نوع من إثارة الفتن. نحن أكدنا على ده مرارا وتكرارا، إنه قلنا حبل الصبر قصير، وإنه صراحة لن نسمح. نحن بموجب أنا كوالي مكلف وبوجب قوانين الطوارئ، خاصة الطوارئ رقم 1، وكل الأوامر اللي عندنا تستلزم إنه لا بد من حماية الثورة وحماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم، ومن نسمح بأي تهديدات وهم هيكونوا أمام طائلة القانون. نحن في هذا الاتجاه سوف لن نسمح بأي مسيرات من هذا النوع وأي تهديدات تهدد أمن وسلامة المواطن عن كل لعب المرصاد. ده خاصة في فترة العيد الآن في ترتيبات لأمن فترة العيد تحديدا، في ارتكازات، في استعدادات 100%، وفي أوامر بالنسبة لي باعتباري أنا رئيس للجنة الأمن، في أوامر بالنسبة لهم بأنه يصدوا لأي ظواهر لتهدد أمن البلاد وأمن الوطن وأمن المواطنين، سواء كان بالاعتقال، المحاكمات زي ما هو في الفترات السابقة تم اعتقال 28 وتقديمه للمحاكمة فورا. وده نأكده تأكيد كامل. وفي ختام الكلام نأكد أيضا للمواطنين أن يلتزموا بكل الموجهات الصحية، وشكرا جزيلا. وطننا